اليوم تتسلم مديرية أوقاف المنيا الدفعة الثانية 10 من لحوم صكوك الأضاحي. هذه الدفعة سنه 4 أطنان، يصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف المنيا من صكوك الأضاحي حتى الآن إلى سنه 46 طن لحوم صكوك أضاحي. 46 طن لحوم صكوك أضاحي جملة ما وصل إلى مديرية أوقاف المنيا، والمديرية بقيادتها تتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة لما يوليه من اهتمام للمحافظة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا، وكل عام وحضراتكم بخير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله وبفضل الله تسلمت جمهورية أوقاف الفيوم اليوم الخميس الموافق 1/10/2020 سيارة لحوم صكوك الأضاحي محملة بثلاثة أطنان لحوم صكوك الأضاحي، وسوف تقوم المديرية إن شاء الله بتوزيع هذه الكمية على جميع الفقراء والمحتاجين من أبناء محافظة الفيوم، وبالتالي يكون إجمالي ما تم استلامه مديرية أوقاف الفيوم حتى اليوم 46 طن لحم صكوك الأضاحي. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم.